في يوم من الأيام في قرية صغيرة، كان هناك زوجان من المزارعين الميسورين. كانوا يعيشوا مع ابنهم القوي المسمى رومان في مزرعة صغيرة. أكل رومان جيداً دون أن يشبع، لأنه كان يستطيع أن يمد معدته إلى أعلى ثم يسقط على الفور. لا شيء نشتكي به من ابننا إلا أنه أكل كثيراً، هكذا لن يتبقى له شيئاً ليأكله. مع العلم بذلك، ضحك جميع القرويين على رومان. ليس له قاع لبطنه، يا له من فتى مجنون. أبويه مسكينان يلدان طفلاً يأكل حتى لا يتبقى شيئاً. في القرية تعرف رومان أيضاً على العديد من الأشخاص الغريبين. كان ذلك باركي الصياد ذو ذراعين الكبيرتين. حجم ذراعيه جعل من الصعب عليه أن يقوم بمعظم الأنشطة اليومية، لأنه لم يكن هناك ما يناسب ذراعيه. ذات مرة أثناء نومه انزعج باركي من البعوض، ضربهم مرة واحدة فقط، لكن الصوت كان يصم الآذان لدرجة أنه أيقظ القرية بأكملها. هذا باركي مرة أخرى، متى سيتركنا ننام؟ يا له من غريب طائش. وكان ذلك سوير الحطاب بفم واسع وشفتين غليظتين. تنفس بصعوبة لدرجة أنه فجر الجميع بعيداً. لهذا السبب لم يكن أحد يريد أن يكون بالقرب منه. يا له من رجل قبيح وغير مهذب، ليس لديه أصدقاء. وكذلك غافن تاجر الفحم الذي يتمتع بجسم قوي وعضلات. كان شغوفاً للغاية، لكنه كان أخرقاً للغاية. يا إلهي، عربتي، ثروتي. إنه غافن مرة أخرى، دمر كل شيء. أتساءل كم مرة خرب مثل هذه الأشياء، يا له من غريب. في المنطقة كان هناك مالك شرير سيء السمعة يدعى بوريس. كان يمتلك مزرعة كبيرة. على الرغم من أنه كان لديه الكثير من الثروة، إلا أنه لم يكن راضياً عما كان لديه. لذلك كان هو وخدامه ينهبون في كل مكان أينما ذهب. كان يجبر القرويين على إقراضه جميع ممتلكاتهم، والمسؤولين عن إصدار مذكرة خصم. لم يدفع بوريس ديونه لأي شخص، لم يجرؤ أحد على القتال ضده، لأنه كان لديه الكثير من الخدم. منذ أن كانت الأسرة الرومانية ميسورة الحال، كان بوريس يستهدفهم أيضاً. بينما كان رومان بعيداً، قاد خدمه إلى منزلهم مهدد الزوجين. قررت استعارة جميع ممتلكات هذا المنزل، في المقابل ستحصل على مذكرة الخصم الخاصة بي. عادل جداً، أليس كذلك؟ كان على عائلة الفلاحين طاعته. تم نهب كل الثروة التي احتفظوا بها لفترة طويلة. عندما عاد رومان وهو يستمع إلى ما حدث، كان ساخطاً للغاية. يا له من مالك جشع وقاسي، سأذهب بالتأكيد إلى منزله لتحصيل هذا الدين. على الرغم من أن الزوجين المزارعين كانا محبطين، إلا أنه كان لا يزال مصمماً على أخذ مذكرة الخصم إلى منزل بوريس. في الطريق التقى رومان بالأشخاص الثلاثة الآخرين الغريبين. كانوا يتحدثون مع بعضهم. إذن أنتم مثلي تماماً، سلبكم هذا المالك الجشع جميع الأموال. لولا وجودي بمفردي للقنته درساً، وأنا أيضاً. إذن لماذا لا نكون إخوة ونذهب إلى منزل بوريس للمطالبة بالعدالة؟ فكرة جيدة، نحن نتفق معك. كونهم رجال شجعان ومتحمسين، اتفقوا جميعاً. وأصبح الأربعة إخوة مقربين. ذهبوا مباشرة إلى مزرعة بوريس. من أنتم؟ كيف تجرؤ على المجيء إلى هنا؟ جئنا لتحصيل ديون بوريس. قل له دائن اسمه رومان يريد مقابلته. جاء الكثير من الدائنين المزعومين إلى هنا، تم ضربهم جميعاً وطردوا. كيف يجرؤ شخص ضعيف مثلك على تحصيل الديون؟ أنت لا تعرف الخوف، أليس كذلك؟ ماذا؟ هل تجرؤ على ازدراء إخوتي؟ إذا تجرأت على سد طريقنا، فسنجعلك تدفع ثمن ذلك. تعرض الحراس للتهديد بسبب مظهرهم الضخم والشرس. سارعوا ليعلنوا لبوريس. سيدي،
هناك أربعة رجال أقوياء وكبار يبدون ساخطين للغاية، جاءوا لتحصيل ديونك بأي ثمن، بل إنهم يعتزمون ضربنا أيضاً. غبي جداً، لماذا لم تستدعي المزيد من الناس؟ أين جيشنا؟ طاردهم بسرعة بعيداً عني. بأمر من بوريس خرج العديد من الأشخاص المسلحين بالأسلحة من بواب المعسكر لإيقاف الإخوة الأربعة. دعني أتعامل مع هؤلاء الحراس. اتخذ سوير إجراءً على الفور، أخذ نفساً عميقاً ثم نفث نفساً عميقاً. هبت عاصفة من الرياح أطاحت بخدم بوريس، وأشاد الأصدقاء الثلاثة الآخرون بسوير بفرح. عمل رائع سوير، لم أتوقع أبداً أن سوير يمكنه فعل ذلك أيضاً، فمه الواسع مذهل. قام الخادم بإبلاغ بوريس بذلك على عجل مما تسبب في ذعره. إذن لا يمكننا هزيمتهم بالعنف. حسناً، لدي خطة. أدعوهم إلى المزرعة وامنحهم وقتاً جيداً. أخبرهم أنه بمجرد أن يتمكنوا من تناول كل مخزون الطعام الخاص بي سيكونون جديرين بالإعجاب وسأرحب بهم. إذا لم يكن كذلك فليرجعوا إلى منازلهم. حتى 4000 شخص لم يتمكنوا من أكل مخزوني من الطعام، فكيف يمكن لهؤلاء الأربعة الحمقى أن يفعلوا ذلك؟ بعد أن تأكلوا قدر ما تستطيعوا عليكم العودة إلى المنزل. عرض على الإخوة الأربعة مأدبة كبيرة، تناولوا الوجبة وتحدثوا مع بعضهم البعض بفرح. نظراً لأنهم جميعاً كانوا أقوياء جداً، تمكنوا من تناول الطعام مثل الحصان، خاصة رومان، أكل كثيراً دون أن يشبع. فرغت معدته مباشرة بعد أن انتفخت، يبدو أن معدته لا قعر لها. بشكل غير متوقع كان الأصغر ولكنه الأفضل. على هذا النحو بعد أيام قليلة فقط، أصبح المخزون الذي كان مملوءاً بالطعام فارغاً. كان الخادم خائفاً للغاية، وأبلغ بوريس بذلك على عجل. لا أصدق، يأكلون جيداً، هل يجب أن أقابلهم؟ ماذا يجب أن أفعل الآن؟ حسناً، إذا أتيتم إلى هنا بالفعل فلن أسمح لكم بالعودة أبداً. أمر المالك خادمه بإصلاح قاع قارب كبير سراً، ثم دعا رومان وأصدقائه لزيارة البحيرة الجميلة في المزرعة، ووافقوا بدون أي شك. عندما وصلوا إلى منتصف البحيرة تشقق قاع القارب وبدأت المياه تتسرب إليه. أسرعوا يا رفاق، علينا أن نجمع كل الماء في القارب وإلا فسوف نغرق. لا تقلق، أنتم يا رفاق لستم معتادون على الماء، دعوني أتعامل معها. عندما كان القارب على وشك الغرق حان الوقت لإظهار باركي كفاءته. كان يخرج الماء من القارب باستخدام يديه القويتان. سرعان ما أصبحت البحيرة فارغة. عظيم باركي، يداك ساحرتان للغاية، نحن بأمان مرة أخرى. عندما رأى بوريس أن خطته فشلت على التوالي كان قلقاً للغاية بشأن 4 إخوة موهوبين. وافق المالك على مضض عليهم. بعد النظر في ملاحظات الخصم استاء بوريس من التفكير. علي أن أدفع لهم عربات نقود؟ يا له من مبلغ كبير من المال. هل هناك طريقة لتقليل الضرر؟ رائع، عرفت للتو ماذا أفعل. حسناً، سأدفع الدين مرة واحدة، لكن يجب ألا تستخدموا أي نوع من المركبات أو القوارب أو الحمير أو الخيول لحملها. يسمح لأربعة منكم فقط باستعادة أموالكم، فقط خذوا ما تريدون. هل أنت متأكد؟ يمكننا أن نأخذ ما نريد؟ نعم، ما دامت لديكم القوة لحملها. حسناً، سنأتي غداً لاستعادة المال. يوجد 4 رجال فقط، يمكنهم حمل صندوق نقود على الأكثر. على أي حال، ما زلت أحقق أرباحاً، كم أنا ذكي. بالعودة إلى النزل، وضع الأصدقاء الأربعة معاً خطة، وأعدوا سلتين ضخمتين لحمل الأموال. في اليوم التالي، قادهم بوريس إلى قبو المزرعة. ها أنتم هنا، يمكنكم أن تستعيدوا ما تشاءون. حان الوقت لإظهار موهبتك غافن. حسناً، دعوني أفعلها. ملأوا سلتين ضخمتين بالذهب، تبدو وكأنهما صخرتان كبيرتان، وحملهما غافن على كتفه برفق. أعرب المالك عن أسفه الشديد لأن هذا المبلغ الكبير كان أكبر بعدة مرات مما كان عليه دفعه،
كان قبو بوريس قد جف تقريباً. بوريس، أتمنى أن تكون قد تعلمت درساً. إذا تجرأت على نهب ممتلكات القرويين مرة أخرى، فسنعود ونعاقبك. نظراً لأن الرجال الأربعة قد حملوا ثروته بعيداً، كان غاضباً جداً لأنه لم يستطع فعل أي شيء أكثر من ذلك. منذ ذلك الحين، ومع نفاذ أموال بوريس تقريباً، كان عليه أن يتعلم كيفية إنفاقها باقتصاد، ولم يعد يجرؤ على نهب أموال الآخرين لأنه يخشى عودة الإخوة الأربعة. بالنسبة لرومان وإخوته، استردوا المبلغ الهائل من المال وقسموه بالتساوي على الجميع. كان القرويون سعداء للغاية، لم يعودوا يسخرون منهم، بل اعتبروا الإخوة الأربعة أبطال القرية. عاد أربعة إخوة إلى منزل رومان معاً. كان الزوجان المزارعان سعداء للغاية لأنه منذ ذلك الحين كان لديهما ثلاثة أطفال أقوياء وموهوبين بالتبني. عاشوا وعملوا معاً في المزرعة، أصبحوا أثرياء واحترمهم الجميع.